أنا الوزير أكيد أهلا وسهلا فيك ضيف عزيز ومرحب فيك دائما. يا ريت هيك بتعرف شوي مين ملحم رياشي مع أكيد حفظ الألقاب. ملحم رياشي وزير الإعلام اللبناني حاليا. كاتب وصحافي وأستاذ بجامعة روح القدس الكاثوليك. وبس. طب ليش حضرتك تنقيت من كل كوادر القوات اللبنانية لتكون وزير إعلام؟ هيدي إذا بدك إرادة من رئيس القوات اللبنانية وبذات الوقت من معايير معينة لها علاقة بالوزارة اللي أنا بشغلها حاليا. بتصور على الأساس كان الاختيار إلى جانب معايير أخرى قيادة بالقوات اللبنانية هي بتحطها يعني تتلائم مع الظرف ومع المعطيات اللي تتناسب مع المرحلة. نعم. طب حضرتك من أي سنة منتسب لحزب القوات اللبنانية؟ فكريا من زمان كتير، عمليا من حوالي 5 سنين. أكتر شوي كمان يعني. أوكي جود. بس قبل يعني كانت مونتاليتي يعني بتأيدهم بالمناجية. بأيدهم وبشتغل معهم كمان يعني، مش شغل بس، مش بزنس يعني. نعم. كأفكار وعقائد أكيد. أفكار وتواصل وتعاون وبكل الطرق. نعم. معالي الوزير كيف تقيم هلا وضع الإعلام اللبناني؟ سيء. ليه؟ سيء لمجموعة أسباب. لأنه في تعسر مالي كبير الإعلام عم بيعانيه للأسف بهالأيام. نعم. وهذا التعسر رح نجرب نحن نساعد برفعه عن الإعلام، لأنه الديمقراطية بلا إعلام بتبطل ديمقراطية. 100%. وفي ضرورة لحماية الإعلام اللبناني المرئي. نعم. والمسموع والمكتوب كلهم عم بيتعسرين يعني، كله مارق بحال التعسر. بس سوري معالي الوزير، الاعلام المكتوب كثير عم بيعاني الامرين اكثر من غيره. وهذا كنت سؤال انا خصوصي حاطته، انه اليوم شو الحلول لحتى تستمر الصحافه المكتوبه؟ انت بتعرف حضرتك الصحافه المكتوبه كمان تمثل الوجه الحضاري للبلد اللي بتكون فيه. مجلس وزراء لبنان. نعم. سيحول الى مجلس النواب مجموعة مشاريع قوانين أنا قدمتها ورح تكون 4G على جدول أعمال مجلس وزراء. نعم. إلها علاقة بالإعلام وبالإعفاءات الخاصة الضريبية والجمركية والإعفاءات من رسوم معينة ومساعدات مالية للإعلام المطبوع. كل الأمور هيدي صارت على طاولة مجلس وزراء من حوالي 4 تجماع، ولكن دراسة الموازنة خلتها تتأخر وما تنعرض للإعلام بشكل عام. على الوزير للإعلام المرئي والمسموع والمطبوع. نعم. مساعدات بما يتعلق بالضمان الاجتماعي، بالأملاك المبنية، بالهاتف، برسوم معينة، برسوم ضريبية، برسوم جمركية، كلها إعفاءات. إلى جانب أنه الإعلام المطبوع اليومي السياسي اليومي اللي هو أكثر شيء عم بعيش تعسر رح يكون عنده على كل مطبوعة مباعة 500 ليرة من الدولة اللبنانية مساعدة. نعم. يعني اللي بيبيع 1000 نسخة بالنهار بياخد من الدولة 500 ألف ليرة. نعم. بالنهار. لجنة مراقبة المجلات منا لاحظينهم بهيدا المشروع، له مشروع تاني بعدين. عم نحكي نحن وإيدال فيه. شركة أستاذ نبيل عيتاني لدراسة كيفية دعم المجلات بمرحلة لاحقة. أوكي. يعني بده يشمل الكل حسب ما بفهم من حضرتك. بس مؤقتا هلأ الأكثر شيء تعسرا واللي حاضر يوميا بحياة الناس. نعم. مثل كمان بعض الجرائد عم بتعين اليوم، موظفين عم بعينوا وحملوني، مش حسم الجرائد، حملوني كمان سؤال لحضرتك. شو مصيرهم؟ طلعوا منهم بدون ما يقبضوا طالبات. بالأخير ما فينا نحافظ على الإعلامي إذا ما حافظنا على الوسيلة الإعلامية. الإعلامي هيدا مجال شغله وهيدا المطرح اللي بيشتغل فيه. هلأ عم جرب أنقذ الوسيلة الإعلامية من التعسر اللي عايشي فيه، وهي بتلقائيا راح تنقذ الإعلامي. إلى جانب وتدابير إضافية عم بعملها بالتعاون مع نقابة المحررين لتطوير النقابة وتحويلها إلى نقابة الإعلاميين. نعم. لكل الإعلاميين تضمهم ليكون فيها تقديمات خاصة لهم، تعاضد مهني وصحي إذا حدا عاطل عن العمل، إذا حدا لا سمح الله سخن. نعم. وصول للتعاقد مع وسيلة الإعلام، وكذلك صندوق تقاعد لنهاية الخدمة. وهالأمور هيدي كلها منا بقى أيدي البحث، عم تتحول لقانون رح أقدمه كمان لمجلس الوزراء بالتعاون مع نقابة المحررين.
وقديه عندك عندنا امل انه كلهم يزبطوا هدول يعني 90% 80%؟ ما فينا نقول هيك لانه واجباتنا انه نعملهم والقصة منا انه منا ناطرين شيء ما ورائي تيزبطهم، نحن اللي بدنا نزبطهم. نعم. بجهدنا بتعبنا بجهد مجلس نواب ومجلس وزراء، لانه هودي حاجات اساسيه لدور لبنان، اذا انضربوا هول انضرب لبنان الدور وما عاد له قيمه 100%. معالي الوزير، اليوم كونك حضرتك صحفي قد ايه هيدا بفيد انك تحس بمعاناه الصحافه؟ يعني اليوم نحن شهدنا قبل الوزراء وكلهم مشكورين بنوجه لهم تحيه، بس اليوم لقيناك فيها الاندفاع، يمكن كونك زميل او عندك كان معاناه قبل بهذا الخصوص، يعني انت شايف كنت هالمعاناه من قلب البيت من جوا؟ انا شخصيا ما كان عندي معاناه صراحه، بس انا من الناس اللي ما قبلوا ينتسبوا لنقابه المحررين بالصيغه السابقه وبالطريقه اللي فتره احد النقباء عرض علي انتسب. نعم. لاني كنت يعني بارز بمسؤوليه معينه، فرفضت لانه عارف انه كثير من رفقاتي مش قادرين ينتسبوا. شو السبب مش قادرين ينتسبوا؟ لانه جدول النقابي ما عم يفتح مثل حسب الاصول. جدول النقابي كان يفتح لمصالح معينة، وانه هيدا نافذ من انه ينتسب، هيدا عنده واسطة بينتسب. انا ضد هيدا المبدأ، مش هيك ما انتسبت تضامنا مع رفقاتي. وبعدك لليوم ما انتسبت؟ وماني منتسب. طبعا بدي انتسب على نقابة المحررين، بس تتعدى القانونة ويصير شروط الانتساب تتلائم مع شروط الطبيعية لانتسابات الإعلاميين وبالأخص خريجي كليات الإعلام. مساوات يعني بين الجميع. وبذات الوقت كمان بدي نقابة المحررين تحمي حقوق الإعلاميين، تأمن لهم حصانة نقابية، تأمن لهم يعني مش الدركة فيه تفتح خطه ويتلفن لك على البيت ويقول لك شرفي على المخفر. بدي أذن من نائبك أتأمن للإعلاميين بأي وسيلة إعلام بيشتغلوا، مرئي، مسموع، مطبوع، مقروء، شو ما كان. ايه بدها تأمن لهم اللي لازم يتأمن لهم لحماية حقوقهم وتأمين كل المعطيات اللازمة لحياة كريمة ولتقاعد كريم. نعم. معالي الوزير، هذا كنت بدي أسألك إياه. مؤخرا شهدنا أنه محكمة المطبوعات مش عم يجوا عليها كتير الصحفية، عم يتحولوا أوقات جزا، فبقوا هيدا الشيء يمكن بيأذيهم ومش مطرحهم يكونوا اوريدي بهيدا الوضع. سو شو عم تعملوا يعني اكثر بعد مور حمايه لهالصحفيه؟ درس بيني وبين وزير العدل لخلق محاكم طبيعيه ويمكن مدنيه لمحاكمه الاعلاميين اذا استدعى هالامر محاكمتهم. ولكن خلق مساحه اكبر للحريه ولحريه التعبير وعدم الإساءة للإعلاميين. شرط كمان أنه الإعلاميين نحن من جهتنا نلتزم بأداب المهنة. نعم. وبالأداب الإعلامية. نعم. لأنه نحن كمان مثل ما عم خبرك عن هالموضوع عم نحضر مشروع قانون يوم الأربعاء الجاي بعد يومين بيكون انتهى جاهز. ورح نبعته على مجلس الوزراء، هي أول مرة بعلنها من عندي. هو مشروع قانون الأداب الإعلامية. حلو. شبيه، مش عم نخترع شيء جديد، يمكن لأول مرة بتصير بالعالم يكون الأداب الإعلامية إلى قانون مثل ما الأداب الطبية إلى قانون. نعم. بيلزم. نعم. الإعلاميين باحترام أداب المهنة ووسائل الإعلام باحترام أداب المهنة، ويلزم كذلك مؤسسات المدنية والعسكرية والقضائية وما إلى ذلك يحترموا احترام فائق الإعلامي ومهنته ورسالته. نعم. وبالمقابل هالقانون هيدا سيزيد من قيمة مجلس النقابة المحررين، لأنه بنقابة المحررين سيكون هناك مجالس تأديبية مثل على غيرها نقابة الأطباء ونقابة المهندسين. كثير منيح، يعني بتصير مرجعيتنا لها، هي اللي بتحاكم وهي اللي بتفصل وهي اللي بتحدد. معالي الوزير، ماذا تقول لبعض التلفزيونات اللي عم بيتخطوا المشاهد ومش عم بيحترموا المشاهد يمكن ويتجاوزوا الأخلاقيات العامة؟ أنا ما بقول لهم شيء للتلفزيونات، أنا بحمل المسؤولية للمشاهدين، وبعتقد أنه المشاهد حقه يقول للتلفزيون مثل ما كل يوم بيكتبوا على السوشيال ميديا، حقهم يستعملوا السوشيال ميديا ويكتبوا للتلفزيونات ويقولوا لهم نحن منا مشاهدين تافهين. نعم. يقول له المشاهد للتلفزيون لأي تلفزيون أنا مني سخيف ومني تافه وما لك حق تعرض لي كل النهار ما تظنه يشبهني. أنه الجمهور عايز كده وأنا بعرض سخيفات لأجيب إعلانات. أنا بتوجه للمشاهد وبقول له لازم يعمل واجباته بهذا الإطار.
لما بتوجه للمشاهد مش معناتها عم بعفي وسيله الاعلام من المسؤوليه تبعها، بالعكس انا حكيت مع اصحاب المؤسسات الاعلاميه اكثر من مره، راح يكون عندي لقاء معهم بنيسان المقبل كمان لمتابعه البحث بهذا الموضوع، لانه هناك ضروره لاعطاء فسحه الاكبر والممكن من الحريه، ولكن مع احترام الحد الادنى من الاداب. نعم. معالي الوزير، على اجنده وزاره الاعلام نشاطات شو هي؟ هلا عملنا مؤتمر من حوالي اسبوعين عملته مديريه الدراسات بوزاره الاعلام حول مفاهيم الحوار ولقاء الحضارات وحوار الأديان. نعم. اليوم أنت عم تحكيني هلأ، كنت عم بفتتح قبل ما أجي على المكتب مؤتمر لوكالة الوطنية للإعلام كمان. نعم. حول الإعلام ودوره كناشر للحوار والحضارات. نعم. وناشر للقيم في العالم، ويستمر هذا المؤتمر اليوم وبكرة. بشهر أيار المقبل عندنا مؤتمر للإذاعة اللبنانية، عندنا لقاء كبير للإذاعة اللبنانية بذكرى 80 سنة لتأسيسها. عندنا مجلس إدارة تلفزيون لبنان رح يبصر النور خلال وقت قريب. هلأ عم نتلقى طلبات من كل المواطنين اللي بيعتبروا حالهم أكفاء لإدارة تلفزيون لبنان عبر أمسار عبر وزارة التنمية الإدارية. المجلس الوطني للإعلام قدمت كتاب لدولة الرئيس سعد الحريري لا يحكي على أثره مع رئيس بري لتحديد موعد لجلسة نيابية لتنتخب أعضاء المجلس الوطني للإعلام. والورشة قائمة على قدم وساق لتحويل وزارة الإعلام وإلغائها ولتصبح وزارة الحوار والتواصل. هناك قانون جديد قيد الإعداد. نعم. كمان بإذن الله بيبصر النور أواخر الشهر. يعني حاسة على عهدك عم بيصير في نفضة مع المسير. أي أكيد. يعني دقاجس كزاد أكثر من نفضة، إذا بدك انتفاضة. الانتفاضة بدها تخلي كل شيء، بس بدها تلغي الزمن التقليدي. نعم. بدها تحول المهمات لهالشباب الموجودين لمهمات مختلفة. نعم. يعني نحن كنا مش نحن تغيرنا، بس تغيرت آلات التواصل، استعملنا هالآلات. نعم. وبذات الوقت الموظفين بالدولة اللبنانية وبوزارة الإعلام والمتعاقدين مع وزارة الإعلام مش رح يتغيروا هني، لأنه وسائل التواصل تغيرت رح تتغير مهمتهم. طبعا رح يصير لتلفزيون لبنان مهمة جديدة، وللإذاعة اللبنانية مهمة جديدة، وللوكالة ممكن يرجعوا يستعيدوا دورهم مثل ما كانوا، وللوزارة كمان أكيد رح يستعيدوا دورهم بإذن الله. أنا علي أنه بالعهد بالزمن القصير اللي رح أكون على سدة وزارة الإعلام رح أوضع حجر الأساس لهالموضوع. طب معالي الوزير، أين هو دور وزارة الإعلام بما خص الرقابة الإلكترونية؟ نعرف اليوم هي لغة العصر الأشياء السوشيال ميديا. الرقابة الإلكترونية من تابعة لوزارة الإعلام، هي عمليا تابعة لمكتب جرائم المعلوماتية بقوى الأمن الداخلي. ما في رقابة إلكترونية، وزارة الإعلام لا تمارس الرقابة على أحد. وزارة الإعلام تحمي الحريات وتحت تصون هيكل الحرية. حدا يتعرض لأي حدا، في القضاء حاضر للاختصاص من هذا العمل، وقانون الإعلام الجديد سيلحظ دور وسائل الإعلام الإلكترونية وكيفية ضبطها وكيفية إذا صح التعبير تأطيرها بإطار قانوني. في معالي الوزير تشريع من قبلكم للاشياء الالكترونيه؟ يعني اليوم مثلا اذا بده يشرع الواحد موقع الكتروني شو الخطوات اللي بيعملها؟ هلا عم بيسجلوا بالمجلس الوطني للاعلام، بس هيدا مش كافي. انا مع ادخال هالوسيله ضمن التشريع الطبيعي لها لتصير وسائل مشروعه، ولكن ضمن شروط كمان مش كيف ما كان. يعني وسيله الاعلام الالكترونيه لازم يكون على القليل يكون عندها 10 موظفين وما فوق لتصير وسيلة إعلام فئة أولى. نعم. 7 موظفين وما تحت، يعني بين 3 و7 موظفين تكون وسيلة إعلام إلكترونية فئة تانية. نعم. وتصير ضمن التشريع هيدا، لأنه في عنا حوالي 400 موقع إلكتروني، بس من أصله ما في شيء 4 ل5 ل10 يمكن عندهم متابعة جدية. نعم. ويكون عدد الترافيك تبعهم كمان عالي وما إلى ذلك، يعني معايير لها علاقة بالعالم الإلكتروني. نعم. معالي الوزير، أنا بدي أشكرك على هذا اللقاء والله يقويك وتنكي لك. أهلا وسهلا فيك، شكرا. وزرنا أكيد. أهلا وسهلا.